ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية. مرحبا بك دكتور أحمد. إذن النتائج الأولية والمبدئية بالنسبة للانتخابات الرئاسية الإيرانية ها هي قد ظهرت، والآن الإيرانيون في انتظار جولة الإعادة. كيف تقرأ لنا جملة المشهد في هذه المرحلة؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادين. بداية، الانتخابات الإيرانية في هذه المرحلة بالذات تعتبر فترة مفصلية للغاية فيما يتعلق بالحياة السياسية في إيران. مبدئيا نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية لم تتجاوز إلى 40%. 40% احنا بنتكلم هنا على أقل نسبة مشاركة في انتخابات رئاسة تمت في إيران خلال العقود السابقة. يعني كانت الانتخابات الأخيرة في فترة إبراهيم رئيسي كانت 48%، لكن الانتخابات هنا وصلت ل 40% فقط، وهذا دون ما كان يطمح إليه النظام في إيران خلال الفترة اللي فاتت. النقطة دي كمان مهمة جدا فيما يتعلق بنسب اللي نالها المرشحين سواء بيزشكيان أو سعيد جليدي على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية. يعني بالنسبة لبيزشكيان اللي كان ممثل أو ما زال ممثل للتيار الإصلاحي بشكل أو بآخر، النسبة اللي هو نالها اللي تتجاوزت 42% كانت نسبة مرتبطة أكتر بالأقليات وليس التيار الإصلاحي بشكل عام. يعني بقراءة منضبطة جدا للمشهد السياسي في إيران أو نسبة التصويت اللي تمت في إيران، هنجد أن أغلب المدن الإيرانية التي شاركت في الانتخابات كانت أقلهم مشاركة هي العاصمة طهران، والعاصمة طهران هي معقل التيار الإصلاحي إن شئنا القول. وبالتالي أغلب المدن التي شاركت في الانتخابات والتي أوصلت بيزشكيان إلى هذه النسبة العالية هي المحافظات التي تحتوي على أقليات عرقية في إيران، وليس فقط التيار الإصلاحي كما يروج له في المرحلة الآنية. نسبة الأقليات في إيران بتتجاوز الـ 42%. يعني من الأقليات المهمة جدا اللي ساعدت بيزشكيان للوصول إلى هذه النسبة كان إقليم كردستان مثلا، إقليم كرمانشاة. فالأقليات في إيران هي التي قدمت هذه النسبة العالية لبيزشكيان وليس التيار الإصلاحي بمفهومه الشامل أو العام. في مقابل المدن الأكثر مشاركة في الانتخابات كانت مدن زي قم وزي يزد، وهذه المدن بالذات تنتمي إلى التيار الأصولي أو ذات مرجعية أصولية كبيرة جدا. وبالتالي تم توجيه هذه المدن إلى سعيد جليدي لتحقيق النسبة التي تلي بيزشكيان. فما نراه الآن في الحياة السياسية الإيرانية هي مرحلة استقطاب سياسي شديد. هذا الاستقطاب السياسي هو الذي تعاني منه إيران في المرحلة التالية. يعني نحن لسنا أمام صراعين أو ضلعين أو طيارين قويين، طيار أصولي أو طيار إصلاحي فقط، ولكن نحن أمام استقطاب مجتمعي يحتوي عدة أزمات اقتصادية وعدة أزمات سياسية وأزمات تتعلق أحيانا ببعض الحريات الحزبية. برامج التي قدمها كل من بيزشكيان وسعيد جليلي هي برامج تبدو بلا دراسة، هي آراء شخصية أكثر منها برامج انتخابية بشكل قوي. بمعنى أن سعيد جليلي قدم رؤيته التي تتسم بالأصولية الشديدة والتي تتسم بالتشدد في التناول السياسي. يعني كان بيتكلم على قضية مهمة جدا ترتبط بفكرة فرض الحجاب الإجباري، وهذه قضية مجتمعية خطيرة يعاني منها الإيرانيين خلال العقد السابق. النقطة الثانية المهمة جدا كان بيتكلم على عدم القدرة أو عدم الرغبة في التفاوض مع الغرب بشكل عام فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. النقطة الثالثة كان بيتكلم كمان على زيادة المرتبات في إيران في مقابل نسبة التضخم العالية جدا اللي تجاوزت 40% في الحياة الاقتصادية في إيران. في المقابل اللي كان بيقدم بيزشكيان محاولة أخرى للانفتاح على الغرب ومحاولة لتقديم الرأسمالية الغربية أو الرأسمالية الدولية لإقامة مشاريع اقتصادية في إيران كنوع من أنواع تحسين الحياة الاقتصادية في إيران. لكن في النهاية
كلا البرنامجين يعبروا عن آراء شخصية للمرشحين ولا يعبروا عن توجه الدولة الإيرانية بشكل كامل خلال هذه المرحلة. فيكاد يكون البرامج المقدمة في هذه الفترة هي برامج ذاتية وليست برامج تتسم بسمت الدولة الإيرانية بشكل عام. نعم. تفضلي. ولكن دكتور الآن يعني الحالة الاقتصادية للشعب الإيراني والوضع الاقتصادي في إيران هو ليس بالجيد، وبالتالي فإن الحالة الاقتصادية ربما تكون على رأس أولويات أيضا، خلافا الحريات التي تفضلت حضرتك بالحديث عنها، ستكون على رأس أولويات المواطن الإيراني. من سوف يحقق للإيرانيين نجاحات في الناحية الاقتصادية ويحسن من مستوى المعيشة؟ أنا أشرت لحضرتك للوضع الاقتصادي فعلا في إيران، يعني اتكلمنا على نسبة تضخم بتصل إلى ما تجاوز 40%. في رأيي الشخصي أنا كلا المرشحين لا يملكوا الملف الاقتصادي بشكل كامل، بالعكس أنا أرى أن اللي قد يكون أقرب في بنية الدولة أو اقتصاد الدولة أو البنية السياسية والعناصر السياسية التي حاكمة لرأس النظام في إيران هو سعيد جليلي وليس بزشكيان. يعني وصول سعيد جليلي إلى سدة الحكم في إيران قد يكون هذا هو الأقرب للقراءة السياسية للمشهد الإيراني، باعتبار أن الأصوليين وصلوا في سدة الحكم في البرلمان وفي مجلس الخبراء. نعم. فمن البديهي ومن الطبيعي أن يكون رئيس الجمهورية منتمي للتيار الأصولي. التيار الأصولي من ناحية الاقتصادية بيعتمد على فكرة مهمة جدا، وهي فكرة اقتصاد المقاومة وليس الاقتصاد الحر. اقتصاد المقاومة هو الاقتصاد اللي بيعتمد على محاولات الدولة الإيرانية للاكتفاء الذاتي في الداخل دون الاحتياج إلى اكتفاءات خارجية أو إلى حياة اقتصادية حرة. السياق الاقتصادي في الداخل الإيراني يعاني من تلك النظرة الأصولية بشكل أو بآخر. نعم. بالنسبة للمواطن الإيراني، ما هو المقدم في هذه الحالة؟ هل هو الحريات أم الحالة الاقتصادية؟ الحالة الاقتصادية في المقام الأول. نعم. لكن الحالة الاقتصادية في المقام الأول، لكن الدعاية الانتخابية التي قام بها بزشكيان تحديدا، مسعود بزشكيان، اعتمدت في الأصل على الحديث عن الحريات وليس عن الملف الاقتصادي. يعني حينما سئل بزشكيان في إحدى المؤتمرات الخاصة به في وقت الانتخابات ما الحل في أزمة التضخم في إيران، نعم دكتور، كانت إجابته أن الدولة الإيرانية أن الأزمة كانت في الحكومة، يعني إشارة منه إلى فشل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في إطارة الملف الاقتصادي. نعم. فاقترح أن تكون الحل في تغيير الحكومة كاملة ومن ثم تغيير الحياة الاقتصادية. نعم. على أي حال دكتور، يعني ستكشف جولة الإعادة النقاب عن من سيفوز بمقعد الرئيس في إيران. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، شكرا جزيلا لك.